يسعى المهندس الكيميائي دورا مهمة في عمليات إدارة الجودة، فيهتم مهندس الجودة بمواصفات المنتج ومطابقته للمواصفات والمقاييس المعمول بها. وللحصول على ذلك يهتم المهندس بالعمليات الكيميائية التي تحدث في المادة سعيا للمحافظة على الجودة. ضبط الجودة هو جزء من إدارة الجودة الذي يركز على استكمال متطلباتها وتقديم المنتج على أفضل وجه مطابق المواصفات المطلوبة. يقوم المهندس في هذا المجال بوضع الخطط والعمليات التي يمر بها المنتج من بداية دخوله كمادة خام إلى حين خروجه إلى السوق، فيقوم بمراقبة كل عملية من العمليات التي تحدث في المنتج وإدارتها ومتابعتها لاستكمالها وإتمام خط سير المنتج. يسعى مهندس الجودة لتجنب حدوث الأخطاء قبل حدوثها، وفي حال وجود أي خلل أو نقص في الجودة يسعى المهندس لاكتشاف هذا الخطأ بأسرع وقت ممكن وصيانته وتعديله. دور المهندس الكيميائي في التصميم. يقوم المهندس الكيميائي في تطوير وتصميم العمليات الصناعية الكيميائية أو التحويلية، كما يقوم أيضا بإدارة المصانع التي تكون العملية الأساسية فيها هي التفاعلات الكيميائية. يجدد تحت هذا التخصص عمليات انتقال المادة والحرارة والكتلة، كما تشمل أيضا تفاعلات وعمليات الفصل متعددة المراحل التي تكاد تكون مقابلة لمصطلح هندسة العملية. يهتم المهندسون الكيميائيون في تطبيقات المعرفة المكتسبة من العلوم الأساسية والتجارب العملية، كما يهتمون أيضا في إدارة المصانع وتصميم العمليات الصناعية بهدف تحويل آمن واقتصادي للمواد الكيميائية الخام إلى منتجات نافعة. تعنى الهندسة الكيماوية بدراسة التصاميم الهندسية المتعلقة بالصناعات الكيميائية، حيث أن التصميم الكيميائي ما هو إلا هدف إنتاجي وتجاري، وهو عبارة عن علم تجميع المعلومات لوصول التصميم الأمثل من خلال اختيار العملية الصناعية وظروفها والمواد الكيميائية المستخدمة فيها والأجهزة اللازمة لإتمام العملية الصناعية.